من هذا الإجراء، فيكون واجبا على محكمة الجنايات بأن ترسل الكتاب إلى الجهة المختصة وهي النفوس لغرض الاستناد على عمر الشخص الذي يحاكم أمامها. هذا الموضوع. وهم صح قرار المحكمة، لو يعني قرار محكمة. المحكمة لا يجوز أن تحكم من تلق من 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 ذاتها وتحدد عمر هذا الشخص. عندنا انت كنت حاضر، انت كنت جهة المختصة، انت كنت حاضر المحكمة، انت كنت حاضر تحدد جنابك حاضر، وكذلك المحكمة تستند على كتاب الجهة المختصة وبالتالي ترفع عنها المسؤولية ولا يكون هناك نقاش مثل ما نحن نناقش فيه. إذا اسمعني، أنت كنت حاضر المرافعة بحيث تيجي تستنتج استنتاج؟ هذا جوابي. جواب وثيقة أخرى إذا عندك أستاذ. أنا بس طلبي أنه الادعاء العام لا يقاطعني، لأنه هو من عرف الوثائق ما قاطعنا، فأرجو أنه يعني إذا هيك يعني الادعاء العام من حق التدخل إذا في أي وقت، في أي وقت حتى تفهموها، في أي وقت الادعاء العام من حقه أن يتدخل، غير من أكمل عرف الوثائق. الادعاء العام مو محامي حتى ما من حقه أن يقاطع. دقيقة أستاذ، أنت المطلوب بك وكيل ومطلوب بموكلك أنه لا تجون يعني على أشياء خارجة عن موضوع الدعوة ومن قنوات تطعنون بالمحكمة. أنت المطلوب منكم هالشكل. ما خرجنا أستاذ، خايف من القنوات. أنا أقول هذا، قول لك ترى ما أستاذ اللي تلفظ به الأستاذ، هذه استهانة بالمحامي. يقول الادعاء العام مو محامي حتى ما يقدر يقاطع. نعم، المحامي والادعاء العام على وزن واحد، على وتيرة. هذا غير صحيح. القرار الأول والأخير. هذا غير صحيح. دقيقة. وهذه المقاطعات بحد ذاتها يعني احنا نفسرها، وهذا مردود على المحكمة. أنتوا الاثنين الادعاء العام والمحامين طرفي تحقيق العدالة. الادعاء العام واجباته معروفة ومبينة لديكم. بالنسبة أنتم محامين، إحنا سميناكم ذراع العدالة، المفروض تحققون، تساهمون ويا المحكمة ويا الادعاء العام بتحقيق العدالة، مو تجوا من قنوات تطعنون بشرعية المحكمة أو بأشخاص المحاكمة أو بالوضع. إحنا الأوضاع السياسية ما لنا علاقة بها، الخطب السياسية ما نقبل بها، الغمز من القنوات السياسية ما مقبولة، كلها مرفوضة. احنا محكمة نبغي تحقيق العدل والعدالة وتطبيق القانون. في ظل هذا نسمع آراءكم، خارج هذه النقطة ما نسمح من اي واحد كان. أستاذ العزيز، احنا لحد هاي اللحظة لا حد كلمنا بالسياسة ولا حط عن بشرعية المحكمة، اما المسائل القانونية نطرحها احنا احرار بها. المحامي من حقه ان يقدم كل الدفوع اللي تخدم قضيته. الادعاء العام والده كما يسعى الى الادانه يسعى الى البراءه، لانه هو ليس خصم وانما زودونا بالادله البراءه، زودونا اعطونا اياها حتى نعرضها. بلى يعني من هاي الوثائق نعرضها وهي متوفره عنده، يعني عرض كل الوثائق اللي عنده وهاي الوثائق ما عرضها. هذه مرفوض يعني، طبعا هذا طعن مرفوض استاذ. نعم، هذا طعن مرفوض. المحامي يتكلم بهذا الكلام بانه هناك ادله براءة لم يطرحها ولم يعرضها. أنا أرفض هذا الكلام، وبالمناسبة إن كانت لديكم أدلة زودوا الادعاء العام حتى يعرضها حتى يسند الموضوع. زودونا هاي ليش معرضة جنابك؟ منها هاي الإفادات اللي ما موجود بقرار الحكم، يعني ما أعرف. ما جاوبنا على هذا بقي من بعد هواية. اسمع يا با، أنتو ضمن إضبارة الدعوة، ضمن أوراق الدعوة قدموا الدلائل اللي عندكم، وإذا أكو دليل ما معروض أمام المحكمة ما موجود بأوراق الدعوة هم عرضوها، بس بشرط أن يكون ضمن سياق الدعوة مو من خارج. إحنا كنا نتمنى أنه سيد رئيس الإدارة كل الوثائق تستمر. أستاذ، هم إفادة المتهم جاسم ناجي عبد أمام قاضي تحقيق ويعترف بانتماء إلى حزب الدعوة الأولي كسبني إلى حزب الدعوة العميل المدعو عباس جاسم حتى يعني أنت يعني القصد من وراء عرض هذه الوثائق وثائق أنه المتهمين القصد من وراء عرض هذه الوثائق وحدة تلو الأخرى يعني شنو؟ أنه المتهمين أي أن المتهمين أي ما
منتمين إلى حزب المحظور واشتركوا. أنت ما علينا بحزب أو بحزب، يعني يعني أساس التهمة شنو؟ اعترفوا. إيه اعتراف؟ اعترافوا بمحاولة اغتيال رئيس. يعني اعترافهم شكل جريمة، تريد تقصد هالشيء؟ أكيد. ليش تروح بعيد وتجيبوا حزب الأمين وحزب فلان؟ احنا ما لنا علاقة ويانا. القانون يقول الحزب محظور، القانون مو يعني قانون العقوبات يقول من انتمى الى هذا الحزب وحتى كذا، القانون مو انا دليل على ان هذا هو ده يقول لك هذول مو من ضمن اللي يحيلوا الى. لا استاذ، هذول خلي يدقق عن الاسماء اللي اقراها وخلي يدقق جنابه ويقول لي هذا موجود وذا موجود. فهذا جاسم ناجي عبد. هسه أنت نظم لست بالأسماء. نعم. نظم لي جدول بالأسماء اللي ضمن هذه هسه. هو أستاذ أنا هسه إن شاء الله جاي لك شيء بعد شيء يعني وما أخرج عن صلب الموضوع. بس ما أقبل مناقشات خارجة عن صدد الدعوة. لا أنا ما أحكي إلا كلها بصدد الدعوة. استاذ هذني الافادات امام قاضي التحقيق، انا مع اختصار الوقت حتى ما اريد اطيل عليكم، معها افادات اذا تحب امام المحقق، يعني افاده امام قاضي التحقيق افاده امام المحقق، بس اختصار الوقت ما عرضتها، تريد تحب اعرضها لو ما يحتاج؟ موجوده يعني موجوده باوليات القضيه. ما يحتاجات، كم وثيقه انت عندك بهالشكل؟ لا استاذ افادات راح تخلص بعد هني بدي بال. كم افاده عندك؟ والله استاذ ما ضل شيء، بقى ثلاثه افاده. لا لا الاوصاف كلها يشطبها، ما المحكمه مو محل ما الاوصاف. منتمي الى الحزب الفلاني هالشكل، ما ادري لا اوصاف ولا ما ماشي. هو المتهم حسين علوان محمد الحتو نفس الحاله استاذ. هو مو اول واحد هم نفس. لا استاذ غيره. اول وثيقه. حبيب يعني هم اخوه. لا استاذ لا لو ابناء هم على كل حال بسيطه. اي استاذ يعترف بانتمائه الى الحزب المحظور حتى لا نقول اي الحزب المحظور قانونا. زين نفس الشيء استاذ، هم يعني افاده عند امام المحقق. أمام يعني أمام قاضي التحقيق وأمام المحقق كله. إفادة المتهم قاسم علي أسد نفس الحالة أستاذ، يعترف بانتمائه إلى الحزب المحظور ويذكر ويقول أنه يعني قبل سنتين كان ذلك عن طريق المدعو علي جاسم الصالح وكنت ألتقي معه لأنه كنا اي نعم. بس استاذ جنابك تعرف قانون العقوبات، يعني القانون يقول الحزب هذا المحظور اللي يشترك به عقوبة الاعدام، يعني مو شرط انه هو يكون شارك بعملية اغتيال، يعني اذا كان شارك او اذا كان منتمي الى هذا الحزب فهو عقوبة الاعدام، قانون العقوبات يجب. بس الموضوع متعلق بقضية الدجيل، بقضية الاعتداء على رئيس الجمهورية عند زيارة. هو استاذ يعني هو منو اللي نفذ؟ منو اللي نفذ ومنو اللي خطط ومنو اللي شارك ومنو اللي هو هذا الحزب؟ فهم هي العملية كلها يعني واحدة، إذا هو كان منتمي إلى هذا الحزب ويخطب بالبساتين وقسم من عندهم نفذوا، بس هم اكو آخرين اللي آووا واللي هيئ السلاح واللي خطط واللي درب واللي جمع مبالغ. بالنسبة لكم والكل اللي عندكم من هالوثائق أي شيء عند تقديم المطالعة النهائية، من تقدموها للمحكمة عند المطالعة النهائية أثقوا بها نسخ من هذه الوثائق إن شاء الله. هسه عرضتوها تماما أمام المحكمة مثبتة، بس بالمطالعة النهائية عرضوها أو أرفقوا بها ما لديكم مثل ما يقوم به السيد المدعي العام هالشكل إن شاء الله. زين عندك شيء آخر؟ نعم أستاذ، وثيقة الأخرى أستاذ، هاي كتاب موقع من قبل قاضي التحقيق إلى ديوان الرئاسة دائرة شؤون السلام الوطنية، واللي يذكر به أنه إحالة القضية اللي تحتوي على 361 ورقة. 361 ورقة. 361 بس توضيح على هذا الموضوع، لو تطلع المحكمة على هذه القضية المتكونة من 361 ورقة، وهو من الواجب على المحكمة أن تطلع على مثل هذه الأمور، فإنه يقيناً
لا شائبة على قرار الحكم الذي أصدره موكلي والذي استند إلى اعترافات صريحة من المتهمين المحكوم عليهم وبمقتضى قوانين الأحكام المرعية التي تعاقب على التعرض لموقف رئيس الدولة واعترافهم بانتمائهم إلى حزب محظور وأن أي من الحالين تعاقب عليه القانون بالإعدام. بعد أستاذ قرار الإحالة من دائرة شؤون السلامة الوطنية اللي يذكر يعني النظر لتوفر أسباب الإحالة بالقضية كذا واستنادا إلى قرار إسقاط الثورة المرقم كذا والفقرة كذا يشرحها الأسماء مطابقة لقرار الحكم 148 مطابقة لقرار الحكم تبدأ بالتسلسل واحد طالب عبد جواد وآخرها